وإن من حق هم وحدين، من حقهم يقعدوا عندهم اعتراض، يقعدوا ما شافوا يوجد شو عندهم بنعمل، رأي آخر. نعم يقعدوا عندهم رأي آخر. ونتهز الفرصة مودي إنكم انتم في الإعلام، يلا لا أنتم تحضروا ذاك الرأي، تعرفوا إنه لا، يلا يحضر ما يكبر من قدام. في يدي أنا الليلة محرجني في برنامج من رأي واحد، فهمت؟ آكل. كنا نشق روح أمس، نعم نحن نشتغل في البرلمان، مقدمين ملتمس حجب الثقة عن الحكومة، وكنا ننتقدوه ونقولوا ان وسائل الاعلام يلا تم تنقل مختلف الاراء، وان كيف كنا معتم علينا ومشهودين، والناس تقيس الجزيره ولا تقيس العربيه ولا تقيس القنوات الدوليه، الدور تعرف نواب ايش يقولوا وش عندهم. مدي ما يلا يعود اليوم سائد الا الراي الواحد، ذاك الراي مهما كان يلا يعود دا يلا يعود دا عنده 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 حظه من الاعلام الرسمي ومن الاعلام العمومي. ودا يخاف من الراي، ما فهم خوف من الراي، ودا فهم نظام يطيح رايي، ودا فهم الناس دايره تخلي تعبر عن رايها كامله.